ورحمة الله تعالى وبركاته. عن شق ساكنة حي الشباب، حنا اختي كنعانيو منذ 30 سنة. أول حاجة من هاد البلاصة هادي الخاوية كتشوفو كيتجمع فيها الغيس، كيتجمع فيها التراب، كيتجمع فيها الزبل. ثاني حاجة كان عندنا هاد الشانطي هذا ما مصوبش، بقينا بزز بصوبو معنا ثلاثة شكاية. دفع لنا شكاية الأولى في 2017 وشكاية ثانية في 2019 وشكاية في 2020، ثلاثة الشكايات بزز عاد جاو ردوا لنا ردة الفعل على هاد الزنقة هادي صوبوها لنا. وملي صوبوها كنت فاعلوا بأننا كنشوفو ما كملوش لنا لا هاد الجرادي ديالنا لا صوبوهمش، كنزيد عاوتاني الطريطوار ما كملوش لنا، ما دارولنا لا بافي لا حتى شي حاجة. كيقول لك وعدونا بان غتكون مساحه خضراء، ما كاين لا مساحه خضراء لا حتى شي حاجه. ودنا لهم شكايات على قبل هاد لي بوست هذا، هو كتشوفوا كيتجمعونا في حشاكم الشماكريه، كيجيو يشعلوا العافيه، كيشربوا شراب هنايا، كيخسروا خايفين على وليداتنا، حنا عيالاتنا وليداتنا كيخرجوا للزنقه هنا ما كيلعبوش لا في خاطرهم لا في حتى شي حاجه، كيتجمعوا كيشربوا شراب. واصلا عندنا لو ريسك عاوتاني في هاد البوست هذا، هو دايرينو بروفيزوار على قبل، هو اللي عاطي السيكتور كله الضو. الدراري وليداتنا كيلعبوا دابا، كتعرفوا موسم المطر دابا كيكون لاماز ديال الضو، شحال من حاجه حنا ولينا خايفين على راسنا وكله حديد. ونزيدو عاوتاني هاد البلاصه هادي ولاو كيلوحوا لنا فيها الزبل، حنا ما كنطالبو والو، كنطالبو منهم غير يكملوا لنا هاد الطريطوار اللي باقي يديروا لنا فيه البافي، يصوبوا لنا الزرادي ديالنا. وهاد البلاصه هادي اللي خاويه يديروا لنا شي اسباس فيغ ويديروا لنا شي بارك دي جو للدراري الصغار وصافي. هاد الشيء اللي كاين هاد كيعطي الماس، حيت الحديد كيعطي لا ماس، والما كتعرفين شي بعض المرات انك البلاصه كتعمر بالما راه كيوصل حتى حدا الحديد ديالو، الما راه كيمشي مع الضو راكم عارفين نتوما. وليداتنا غير يخرجوا هنايا ولا كاع حتى لي باغو كاع يقدروا غير يتوشوا فيه تما بغيو يلوحوا الزبل ولا شي حاجه، غادي يضربهم الضو لا قدر الله، ونطلبوا من الله السلامه وصافي وشكرا. نتمنوا بان الرساله ديالنا توصل للناس المسؤولين باش يعينوا الامر ويشوفوا شنو كاين. ما كملوش لينا الخدمه في الاخر، قال لك حنا واخدين عام الميزانيه ديال 2019 غادي نحبسوا لكم حد هنا، حبسوا خلاو لينا الدراري كلشي دابا كيزلق هنا، كلشي كيطيح لينا في هذا الغيس وفي هذا هادشي. الزنقه من الراس حتى للراس ما داروش لها تروطوار، دخلوا التروطوار حتى العمارات الاخرين هنا ما دخلوش ليه، هنا داكشي اللي بقى دخلوه للعماره هنا واحد، وحنا خلونا قال لك طلبونا دخلنا لهم تروطوار. هنا مني قلنا لهم صابو قال لك لا ما عندناش الميزانيه، ما كايناش ما عندناش حقه. جا شي مسؤول قال لك ما عندناش الميزانيه ديال 2019 اللي خدينا بها باش كملنا هادشي صافي. وهنايا هاد التروطوار هاد الرصيف هذا راه من هنا حتى للراس كله توا عمر ما كله محفر، كله ما فيهش ما يتلبق. عندنا الدراري كلهم تكرفصوا لينا غير بهاد الطراب، بعدا على الاقل اللي خلاو من الراس للراس. عندنا دراري صغار ما كيعرفوش كيطلعوا فوق منه، دابا الدراري راه يلاه هو الدري من تما، دابا الدراري كيطلعوا تما، كاين اللي شدوا الضو تما، كاين سكيريه، عندنا سكيريه كيباتوا تما في هذاك الضو، هذاك البوست خاوي البوست الاول، عندنا فيه الشفاره، عندنا فيه كل شيء وكاين فيه الضو. هلك لينا الدراري الصغار، النداء ديالنا هو يتحيد علينا البوست، يتحيد من تما او يتصاوب او يشوف واش غيديروا ليه ويصاوبوا لينا هاد الرصيف اللي بقى. هذا هو النداء ديالنا. والجرادي قال الجرادي كيسقيو جرده وكيخليو جرده. ملي صاوبوا داك التطوار بقى الماء لا تثبت حتى يتكب علينا حنا يجي عندنا، علاش هما صايبوا؟ قال لك داخل في المصلحه هذاك، اما هنا خاصو يتصوب، خاصو يكون شي تقاد. هاد العماره محق، هاد العماره هي تقاد بحال الاخرى بحال هاد العماره بحال هاد العماره. اش يصاوبوا شي ما صاوبوش، كاع اللي شاف فيه المضر خاصهم يصاوبوه، وداروا الخدمه ما فيناوهاش. تيرا خلاوها كامل عامره تراب والحجر اللي ولادنا كيطيحوا فيه، هذاك البوسترا فيه الضو اللي مشى حاجه الرجاله كبار ما كيعرفوش راه كيشد من الضو تماك، خاصهم يحيدوه. والمهم ينقلوا هنا وصابوا هذا يكملوا هنا حتى الراس، بغينا حنا عاد الدنيا تقادوا صافي ما بغينا والو. كنطلبوا من هاد الناس المسؤولين ديال المقاطعه، ان هاد الناس تكرفصوا على السكينه بزاف. دابا لنا كيجيو كيقول لك غادي نديروا وغادي نفعلوا وغادي نحفروا، حفروا لنا خمسه الحفرات سته الحفرات ليه؟ سيمانه ما رجعوش. عاود جينا كيجيو يرشوا شويه ويزيدوا، دايرين معنا الغرس، جاو عينوا، جاو شافوا، كنهبطوا عندهم. غدا حنا عندكم كنعاودوا نرجعوا، اسير كيصيفطوا لنا جوج الناس كيعاودوا ثاني حنا جايين عندكم، واش هاد الناس كيتفلاو علينا؟ دابا حنا كنقولوا للناس من هاد المهم الا ما جاوش راه غادي نهبطوا عندهم وغادي نديروا وقفه ديالنا ديال السكينه. هادشي راه ما خصناش نسكتوا عليه، ما خصناش نوقفوا عليه. هادو قتلونا هاد الناس في صحتنا، قتلونا في كل شيء، احياء كاع تصوبوا، النور، كاليفورنيا، كل شيء تصوب. هاد حي الشباب ما عرفت علاش دايرين عليه بحالك، لا طريق ما كملوها، لا جرده ما كملات، حتى حاجه ما كملات. وغنوقفوا وغنتقادوا وغنديروا عندهم وقفه احتجاجيه على هادشي اللي كيديروا. وعاش الملك. خلاو الخدمه كلها ناقصه، خاصهم يكملوا لينا، والتطوار الاخر ما كملوش. قال لك احنا غادي نجيو نكملوه، السلعه باقا التراب هنا وكلشي هنا وما لحقوا حتى حاجه.
ما بقاوش جاو جمعوا الدوزان وزادوا، وهاد التطور كله باقي هنايا، ها كلشي كلشي خلاوه عريان، ها الشجر باقي كاع ما كملوا ليه الحاجه ديالو. ودوينا مع المسؤولين وقال لك انا غنكملوا غنكملوا، حتى واحد ما كملوا، درنا الشكايات وكلشي، وجاو صوروا البوستات هنا ديال الضو، ها هو كله حديد، كله حديد، دابا يمسوا الدري الصغير مع الشتا يشدوا الضو، الحديد راه عدو والماء حديد راه دون مع الضو، دغيا يضربوا الدراري، حنا خايفين على وليداتنا، كاينين الناس كيخرجوا كبار ما عارفينش، بغوا يحطوا الزبل تما يضربهم الضو، حنا كنطلبوا من المسؤولين الله يرحم الوالدين يوقفوا معنا ويصوبوا لينا هادشي.